أعظم سبعة ذنوب مهلكة يجهلها المسلمون ويفعلها الأغلب وليس منها الزنا. أمر الله تعالى بترك معصيته لما في ذلك من مخالفة أمره وإتيان نهيه، وفي ذلك من غضب الله تعالى ما فيه، فإن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولكن العصيان درجات، فمنه ما هو كبائر وهي عظائم الذنوب، ومنه من هو صغائر التي هي اللمم من المعاصي، وقد اختلف الفقهاء في عدد هذه الكبائر، فمنهم من ضيق فيها ومنهم من وسعها، وعلى كل فالمرء مطالب بترك المعاصي صغيرها وكبيرها. وحذرنا الله عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم من سبعة ذنوب إذا فعلها المسلم فستهلكه وستجعله خالدا في النار، وعقابهم عظيم في الدنيا وسيضيق الرزق بسببهم. فهم سبع كبائر حرم علينا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ارتكابها، وهم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، كما أن المقصود بالموبقات أنها عبارة عن المهلكات التي تتسبب في هلاك الشخص إذا قام بارتكابها. والسبع الموبقات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والسبع الموبقات أولهم الشرك بالله. أعظم الموبقات التي تهلك العبد هي إشراك أي شيء مع الله تعالى في العبادة، سواء كان كائنا حيا أم جمادا، فالعبادة لله تعالى وحده دون وجود إله آخر معه. وإذا مات العبد وهو مشرك في العبادة فإنه يموت على الكفر وسيدخل نار جهنم خالدا فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. متفق عليه. والشرك نوعان: شرك أكبر وهو عبادة غير الله، وشرك أصغر ومنه الرياء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك بالله عز وجل هو اتخاذ شريك مع الله تعالى في العبادة كالأصنام أو الأشجار أو الشمس أو الأنبياء أو غيرهم، وهو من أعظم الكبائر التي تؤدي لخروج العبد من الملة، ويطلق عليه الشرك الأكبر. وينتظر المشركون عقابا عظيما يوم الحساب، وهو الحرمان من الجنة. ثاني الموبقات هي السحر، وهو نوع من أنواع الشرك بالله تعالى، فالساحر يستعين بالجن وما شابه ذلك لتنفيذ طلباته، ولا يقدم هذا الجن أي شيء إلا مقابل التعظيم والطاعة. وعندما يذهب أي شخص إلى ساحر ما فإنه بذلك يؤمن بقدرة الساحر على تسيير أموره، وهذا نوع من أنواع الشرك بالله تعالى. كما أن السحر يؤدي إلى إيقاع الضرر بالناس، وهذا فيه مضرة كبيرة للمجتمع. والساحر تارة يعمل أشياء تضر الناس بواسطة الجن وعبادتهم من دون الله، من أقوال وأعمال ونفث في العقد، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أنه كتب إلى أمرائه في الشام وغيره
أن يقتلوا كل ساحر وساحرة لعظم شرهم وخطرهم. أما ثالث الموبقات وهي قتل النفس التي حرم الله قتلها عن طريق قتل العمد، وهو التوجه لإنسان بريء وقتله بغير وجه حق، وهو حرام شرعا ويصنف من كبائر الذنوب، ويلحق القاتل المتعمد العقاب في الدنيا إذ يجازى بالقصاص، وبالآخرة إذ يستحق غضب الله تعالى والخلود في نار جهنم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما رابع الموبقات هي الربا التي حذر الله تعالى منها في كتابه العزيز، وتوعد صاحبها بمحقها والحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي زمننا هذا يكثر التعامل بالربا وتكثر البنوك الربوية، ويجب على المسلم الحذر من هذا الذنب العظيم والتعرف على أنواع الربا كي يجتنبه، فربما ارتكب هذه الكبيرة وهو جاهل بها. والربا محرم في القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أما خامس الموبقات أكل مال اليتيم، وهو الذي مات أبوه وهو صغير دون البلوغ يسمى يتيما، الواجب الإحسان إليه وحفظ ماله وتنميته والإصلاح فيه. فالذي يفسد مال اليتيم ويأكل ماله بغير حق في هذا الوعيد الشديد، لأنه ضعيف يتعدى عليه ويأكل ماله، هذا متوعد بهذا الوعيد الشديد وليس بكافر لكنه عاصي إذ لم يستحل ذلك. وحذر الله تعالى من أكل مال اليتيم، وقد وصف هذا الفعل بالإثم والوزر العظيم في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. النوع السادس من الموبقات هو التولي يوم الزحف، عندما يلتقي المسلمون بالكفار ينهزم، يتخلى عن إخوانه يوم زحف الكفار على المسلمين أو زحف المسلمين على الكفار، الذي ينهزم ويترك إخوانه متوعد بهذا الوعيد الشديد إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إلا إذا تأخر يستعد، يحضر سلاحه، يلبس درعه للاستعداد للقتال، هذا لا يضره، أو منتقل من فئة إلى فئة، ينتقل من صف إلى صف أو من جماعة إلى جماعة لمكيدة العدو. أما النوع السادس من الموبقات هو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الذي يقذف المحصنات المؤمنات الغافلات بالزنا، يقول: فلانة زانية، فلانة تدعو إلى الزنا وهو كاذب. هذا من السبع الموبقات، يستحق الجلد 80 جلدة، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قذف المحصنات كبيرة من الكبائر، وهكذا المحصن من الرجال، لكن لما كان الغالب قذف النساء جاء في الحديث النساء، وإلا فهكذا لو قذف المحصن من الرجال وقال إنه يزني فعليه أن يأتي بأربعة شهداء وإلا يجلد 80 جلدة. وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.